هنا تبان الجبانه. سقسيك برك اخويا هاد الجبانه الفوق هذه. السلام عليكم. السلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش تحكي لنا على الجبانه؟ جبانة اليهود. باش ما عرف غادي تسمع كلمة جبانة لا بريباري. مرحبا بكم على الراس والعين. ربي يسلمك. هاي الجبانة خويا. مالا هذيك هي الجبانة هكا. هذيك الجبانة. وش قلت البلاصة هذيك؟ قبل الأزرق. وين الأزرق؟ من هنا يبان من ورا تاع من شكون هو هذاك؟ الأمير تاعهم. الأمير تاع اليهود؟ مش قاعد نشوف فيه أزرق هنا. هنا كارتيات لهنا. وينو اللي نعت هون؟ وين فوق الوحدة الموز بعد فوق خلاص. زوميه من هنا يباع. الأخ الخلا هذاك؟ هذاك هو الأمير تاع أمير اليهود. قال لك هذيك مع راس العين. فوق حكيت الجبانة يقول لك ما تسكن في جبانة أنت. تسكنش في الجبانة، تسكن في الكارتي تاع الجبانة. كارتي جبانة اليهود. قال لك اليهود وجبانة، كيفاش يقولوا عليهم اليهود؟ خاطرين. ولا محروقين الناس تاع الجبانة مساكن يقول لك هذيك الكبيرة هذيك هذيك هو. إسحاق سلفاتي. هذاك هو اللي طالع هذاك. اللي طالع على أبيض. قري مش أبيض أبخي. مرحبا بك مع راس العين. الله يسلمك. كيفاش حكينا على الناس تاع الجبانة؟ ما كاين حد شي كيما الكراك. انا ما عندكش توكل، ما عندكش تشرب، ما عندكش تبات، ما عندكش تتغطى. شوف اخويا عرفتينا اخويا. قلت يا رواح انا وين تاع هذا الصور تاع هذا خاطي هذا الصور تاع الشبانه هذا تبع الشبانه بركي. حتى تشوف كلش. او عندنا من الصور الباب من هذا. ساعة سوادي نعلم في الكارتي تسمع جبانة جبانة والناس بخي عافية لهنا. عافية ولا ساعات. ساعة ساعة توقع. ساعة يوقع بلا. في بعضكم شمارة وشكون. والله ما هو جبانة اليهود شحال من كما يقولوا حومة فيه. الكارتي فعالية. شحال من كارتي فيه. يقول 8 ولا 7. 8 سميه. سميه لي 8 هادم. فها شمارة فها البلاصات الكبيرة. وين كنا هنا؟ وين كنا هنا وفها وين السوق هذيك. سوق الليلة؟ فها من هنا بريمير ترونز. فها لي بالمية هذوك الكل تبعنا. هذيك تبع جبانة؟ تبع جبانة اليهود. زيد 5 سميت لي هاي. من هنا هاك من تحت نقولهم بالزراد. هذيك كيف كيف جبانة هذيك؟ تبعتنا. هذا هنا الكرتيات شاها. وجاوهم كي غير نطفوها كامل. جاوا؟ جاو اليهود هنا؟ لا لا. الفرنسية مش اليهود. لا لا. ما يجيوش فيها. لا تاعهم بعد يلبسوا كيف. شوف جاوا؟ يجيو كل عام يجيو. شنو؟ كي قال لك احنا ما يجيوناش اليهود كيفاش حكيت؟ ولا يجيو ب بالبلي فرونسي كيما يقولوا. لا تاعهم بالعساسة تاعهم واحد. شوف والله الجماعة الحكومة كبيرة. ندخل منها على الكارتي هذا واش عطوا الكارتي؟ شويه هذاك منا خيره. هذا هنا كل جيت لا شويه شويه نطلع خويا الفوق. وين؟ الفوق باه. داخل جبانه؟ دخلوا لها جبانه؟ شوف دخلوا لها من الفوق مصوره. دخلوا لها من هنا تطلع الفوق. كان كلش. حنا وفلسطين حنا وفلسطين. كما يقولوا فلسطين نورمال مع اليهود عايشين معاهم مال قريهم عاملين فيهم مساكن كما يقولوا الزوت يعني. وحنا بينو حنا واليهود اللي صار شريها ما يعديوش في الملح. غير الاخرى اي واحد سقسي في عمره حتى نهار يقول لك يهودي قاعد يهودي من الاخر. يهودي قاعد يهودي مكان حتى شوفه بدنا نعمل الدنيا اللي قاعد يهودي. هم مصهاينة قال لك فيهم مصهاينة فيهم ديجا سيدنا موسى قال لك نهار كي ضرب العصا 12 طريق في البحر فيهم 12 فرقة هم على بالك يهود وكاين الصهاينة هذا اي يهودي كيف كيف؟ يقعد ما فيها 12 فرقة اليهودية استغفر الله يا رب يهودي على بالي هم يهود أنا معاك في النقطة هذه فاهم مش هم الصهاينة سادوا دخلوا في سيستم آخر الصهاينة كلمة الصهاينة مش جات تقدر تلقاهم اليهود متبرئين منهم الصهاينه.
سيستم مونديال على بالك هو في بعضهم بعد مش مرحمين بعضهم راح يرحموا خاوتنا في فلسطين ان شاء الله تتحرر فلسطين وشوفوا هكا والمسجد هذا اخونا تلاقيناه طالع زال مسكين عرضني على قهوه شوف يقول لك جبت لي هود هاك تمد ميساج مليح اخويا على كرتيك ها لا اخويا ها محروق قبلك تسمع جبانه مي عامله شي عبرت والله صحيح محروق يقول لي هود حبي يقول وش حبي يقول ها لاباس هذه لاباس تاع لاباس اخويا تاع الناب مرحبا بالجميع هنا كاين كرطيات تاع الناب كاين بلاصه انا كاين كلاسيكي كاين روري روز كل خير وخير ما ما يا سامي برك فرق ما تايش جبان هكا هكا هذه جبانه شفتها او المسجد النار وهذه قلت شماله منها هذه شماله كامله شماله هكا باطي مسجد جدد هذا دمني من ورا المسجد نعم جدد حتى هما جبانه هذا ما حتى لا كازوراكا حتى دمني دم يقولوا انا من جبان لي هو ظلموا ظلموا البال على ولاو جبانه بزاف اللي يقولوا جبنت لي هذا اخويا تعرف ما يقولك اني من جبنت لي لا كاين واحد الهضره يهضروها على عنان باق قال لك الاخر اخرى يقول لك احنا واش نقولوا نقولوا فيها واحد يقول لي دي فان طيح مع دي جون من الجزائر يقول لي انتم تقولوا فاها واش فاها احنا كنتي وين رحتي لا عندهم ما نقولوهاش احنا تيسكم من هضرتنا انا جيت لقيت قبيل رحت له قبيل قال لي الله هذا الصوره احكي قال لي انت تقول انتم تقول وين كنتي وين رحتي واش بليتي قلت له لا كيف نقول انا ما انا ما عم باليش حتى نجيت هنا هكا من بعد قال نهضر يقول له والله عنده الحق السيد قاعد يقول له وين كنتي وين رحت ويقول له وين رحت وايش كليت شوف شوف نقول لك حاجه كاين المغاربه ان بارتي من المغاربه يحضروا كيما العنانبه والمغاربه خيلك التوانسه ياسر التوانسه يقول لك انت ما يقولش انت احنا نقولوا انت جيتي كاين شي مغاربه كاين شي مغاربه نحكي لك كاين شي مغاربه انا يعني عشت مع خربت المغاربه يقول لك كيما يحضر كيما يقول لك جيتي مشيتي كريتي ولكن يقول لك انت كيما حنا نقولوا انت واش تقول قول انت انت, انت. بس كي نقولوا كي نقولوا كنت في بلاصه تقول لي وين كنتي ايه على جي سي وين رحتي ايه دوك تجي ايام العربيه الفصحى تقريبا ثم تم زاد مجدد دابا وانا هذاك اللي كنت المرقب كرتي واش من بلاصه تحت تاع الموندوفي هذاك يا هاي اخي نصوروا احنا في نقول احنا وين تبع السوق سوق الليلة هذا باطي مد جدد هذا قال لك احنا البوبال اسمع نميلوا ما نطيحوش هاك شوف الجزائريان نميلوا ما نطيحش هو مش غير طايح غير ماكل لا كي نقولوا احنا فاها نقولوا نقولوش فاها فاها نقولوا فيها ولد عنابة دي ما ولا يجيك واحد اريفيس مرحبا به جي عاروهم العنابة يجي من الظهر يجي من اي مي كان الهضرة تاع العنابة تبقى هضرة العنابة مي كاين حاجة بالخويا على عزيز ظهرنا تقعد هضرة ظهر انا الكرطيات في عنابة سي كاين ديفيرون في الاكسون كل كرطي كيفاه سما جبنت لود لاكومينا استنى صح تهضروا كيفاش جماعة الجبانة جماعة الجبانة نهضروا باينة كرافية باينة باينة كرافية هضرة واحدة بس الاخرين تلقاهم كي مخلطي انا عرفتي نطلعوا جهة كوبا تاع جماعة كوبا لا باشينو زاد ماجستيك هذيك تاع جوش مافيا يا اخي مشكلة مش مافيا بارتو والله حتشوف واش كاين تما ما كانش هنا شوف اقسم بالله واش كاين هكا هذيك الماجستيك الواحد والله تلقاه تما والله ما كاين هنا ايش مشيت فانك ميت ان شاء الله هذه الشماله الكرتيات هذا هما متفاهمين معاها ما دام تاع الشماله الكرتيات كل متفاهمين معاها هذه مع بعض انا هذا يقولوا له كرتي لهفه كرتي لهفه يا اخويا نبقى نعمل لكم ديكوفري وعن نبا عن طريق اولادها اولاد الكرتي كما يقولوا هكذا الحب مرحبا بالجميع والله عندي صاحبي من حمام بوحجر ديما يحكي لي قال لي عشت في جبنت اليهود وسقسي لي واحد العباد لان كانوا عايشين صحابه هنا تدخل هنا بالملاحه تقسم بالله نخرج من الدار وندخل بس تخش كثيري هكا وهكا انا كنت وتروح باينه خلاص والله شدها وتروح قلت لك هاي الزاويه دي هذا مش الزاويه الزاويه هذا مين الدخله تاعه لك
تسمى الزاويه التابعيه تم بناؤها في جوان 1970 مجد تسمى مجد زاويه ولا كيف هذا هو كارتيله هذا هو كارتيله صار هي يقولوا لها كارتيله بكري يلعبوا على الكسره ياسر على الكسره علاه يلعبوا بالون باش كون يلعب ياكل كسره باش كون يخلص البن ها السوق اخويا السوق هذا مش السوق من السوق الليل السوق من هذه كامله تبع السوق سوق الليل اه تبع السوق الباطين لا اها وهذا كرتي لهف هذا كرتي لهف والسردينه قال لك السردينه طايحه شويه 25 ديال خي دهش اخويا ها ومن مع الدوره نلقاو بوزرات حسين هكذا كمل تلقى بوزرات حسين تسمى هنا تم كل تبعنا جبان ديال شكون هو المركز اللي يقول انا من جبانة حبي يقول اللي يقول انا الباب اللي جاب لي جبانة هم جماعة جبانة هم جماعة جبانة صح صح الباب في عمره 56 سنة وين في عمري 27 سنة وانا نحل الباب اللي جاب لي اليهودي واليمين سمحنا لهم لا هم شنو تاع لي كارتي اسمح لي يا خلينا مش معتني فيه لا كل واحد وكيف انا مكرم انا اخويا تاع لي كارتي بوبيلار انا ثاني نحكي معك من كارتي بوبيلار راني خالص خويا سي راك شفت شفت العقلية وحدنا عقلية وحدنا انا باكولون نسكن في البوني دور مدنا منا تعرف ديرها مليحة تلقاها مليحة الحمد لله الحمد لله شوف البنية القديمة هذا تقول ما توصوصوش برك العبادة تعرف يخدمونهم هم بدي بلاصة تنسيس انا خلينا هذي هذي توصوص نحت وزوية في ايفون يا خال انا في السوق هنا منا نخرجوا على بوزرات على المجد شايتولو من هنا تخرج على المجد رقم 300 لا فيها الشارم الكارتي هذا ما فيهم تقعد وحدها بلاصه كي مكه كي ما دي بلاص دار بلايص وحدها مش كيما ما كاين ما تشوف في المناسبات هكا كاين مناسبه كي تطلع المولد كاين مولد استنى ساعه كي تجي لك الوحده هذيك الناوره كيما يقولوا كي تجي تطلع يطلع تولي لاكاره الدوله ما تقدرش تقول كي بعضاك تقول ام صيدره درك الدوله صيد صيبان لا كي توقف فيها ساعة ساعة دب دب في بعضك هما يقعوا ساعات لا لا ساعة ساعة تسمع يقلقوا علينا نقلقوا عليهم وهم يقلقوا علينا الدولة لا والله شوف الدولة كي تخطيهم تعود حكم روحك والله ما يدوروا بك كي كان يعني يجيب دبلة روح اخويا هما يا اخي الشعب يا اخي هذا بطل مجد جد هذا دم ضبي يا جد دمي ومنا وش عطلوا من اللحفة كارتي اللحفة منا نخرج شو ديركتو مو على كنا يا بيا لك أنا نخلص حي قهوة هاي والله أنا نخلص خسارة عليك صحيح أنا نخلص الخوي الله يسلمك قهوة تاع البلاد عباك تضرب قهوة سي بون تروح تخلص كيما يقولوا ثقيلة بزاف بصح صباح تضربها سي بون صح صح تفيق نص تروح طول المرحاض كيما يقولوا وانا لما دخلنا على كارتي اللهفة كارتي اللهفة دم رايحين للشمارة نزيدو نرجعو للشمارة ونجيب انا ملعب الكاشة انا شفتو سما لهنا واحد ما يدور بيك تدخل لهنا ونديري ما عندناش هذيك تا كيما كاش الحقرة على هنا داخل براني عرفت براني غير الشيطان قالك نعطيك لاباج تاعي تفرج اخويا ان شاء الله اسمك اك شايفني نعطو البلاد حنا لعب دسمة لعب في ام ام واحد مشتاقينها والله والله كاين عايش في الخارج على بالك يتوحشوا القعدات هذه والله عندي انا ولد عمي مسكين يقول لي صور لي حتى الباب شفت اخويا يشوف هاو سقسيو الحاجه سقسيو الحاجه سقسيو الحاج السلام عليكم سقسيك برك انا عملت بتيت فيديو على الكارتي تاع جبنت لي هود تحب من عاد ولا من عادش كيما تحب تهضر نهضر معاك هاو التليفون بعيد عليك تعطي سكيل مات برك هذا كارتي وش عيطوا له الكارتي هذا جبنت لي هود وانت وين تسكن؟ نسكن وعلاه شخصيتك برك واحد السؤال من واحد السؤال وجواب قلت لك نرجع لك كيفاش فهمني تسمى لابلي بوال كي تسقسين تكون في جبنت لي هود تسكن في جبانه لا نص الجبانه هاو بياج سؤال مش جبانه هي نسميها مش جبانه هذه تسقسي اي واحد يعطيك الصحه تسقسي اي واحد يقول تكون مسكن في الجبانه هي رويسو دار بكري كانت اسمها رويسو دار اها برك
ومن بعد واش هي ولات تعرف الدريه هذيا طاي جبنت لي هود جبنت لي هود شافوا جبان هذيك تاع لي فرنسي قال باه جبنت لي هود مديا شاعر جبان يقول لك سما مالها شي قباح واه مش القباح لا والو شكون قال لك هذا قباح تربينا والمشد كده هاو ديجا انا من الدري الصغير هذه اللي تشوفها تبيع في الكاشيات هذه ربي يهديه ان شاء الله اللهم امين هذا ما كان مشي يدرك الدري الصغير هذه ما لقاتش بها وين اين نهضروا له وجهك درك بينا مشوا حلوا مشوا حلوا حتى باش تبيع المهلوسات احنا وين عايشين هي مشوا حلوا اني معاك انا من الجانب هذا انا الجانب هذا مش قاعد تصور فيا ما ها هذا من بعدك هاني بعد لا باش تبدل هاي ما صورتكش هاي راه الجانب لا بون فهمو الا باش تبدل اسمع انت كيفاش راح تمد اسمعني نعطيك سؤال انا مشي باش نشهر بك ولا حاجه لا مش شهر بك اسمعني لا فوق الفصيل قدامك انا نسخسك راح نعتو نعتو تاريخ على النافه كاين انا كيما نعتكش ولا نعتك كاين عباد والله جيت كاكا والله دو باساج ها كنت مروح انا كنت الميساج تاعك هذا هو هذاك مبعوثين قلت قالوا لك روح لهذاك اول شي بنت اللي يعرف ها هو ها واش قلت والله شفناك وعدلني صح شوف الحاج نهضر معاك شوف الميساج الميساج تاعك هذا قادر يوصل للناس عايشين في اخر الدنيا عندهم يمكن 20 ما روحوش انت كي تمد ميساج مش كي شوف كي نعتق ما كنصور روحي نشوف نعتق روحي خليني مشني مي انا حبيت مشني خايف من التصوير ايه ماذا انا معروف انا الحمد لله كل ما عبد الرزاق الدنيا درك يقول لك عبد الرزاق الدنيا هيا كمل لي هيا كمل لي هيا برك الحكايه تاع جبنت لي هود باش يعني والله كاين هذا الميساج والله يوصل للناس وانا مشني تما فارغ شغل نصور ولا جيت صليت وكنت مروح طحت في السيد هذا قلت والله نحكيو على الكرت لان مع لا كرتي تاع جبنت لي هود لا بريباري تفسو سولو نهضرك انا ولد عناب كاين واحد في الخير في الجي ولا في وهران اسمع جب عنابه ديجا جبنت لي هود اه عندك مي انت كي تمد ان ميساج والله والو اسمع لك راح تسهل هيك راح تسهل انت ولادها حنايا انا يا خويا خلق في الدار هذه عمري 70 سنه نتهدر ولا ما تهدرش باش نجم نكونسونتري ماكسي نروح نفاسي كلش انا راني نهضر لك انا صريح انا بالموافقه تاعك وعلى ابعت الميساج ويبقى في التاريخ والله وبعنا اسمع اسمع مش انا ما كان ولا مشني خايف بعنا عاد لك شوف ما نخاف من حتى واحد مش هي شوف عمي عبد الرزاق انا نخليك نحبش استنى استنى انا ما نحبش نوري روحي استنى خليك التليفون تاعي نخليه يرفض روح صافا كوم سا هاي هاي اهدر تفضل واش راح تسقسيني يا ودخل في الهضره دوك انا وكاين عباد عمي عبد الرزاق اه يا ربي سقسيك على الكارت يا عمي عبد الرزاق ها روح تفضل ندور هكا ولا ندور هكا لا ما تدورليش ها يا رحنا هكذا هاي زيد روح تفضل انا دخلنا على جبانه كارت الجبانه كاش ما عرفش كارت الجبانه هذا يا ولدي هي يا رويس دار اها مش هي كانت جبانه قلت لك تاع الفرنسي هذه سماها جبانه ليهود اسكو كانوا بكري اليهود ساكنين في جبانه ليهود في الكارت هنا بكري الجيري كامله كانت كانوا لا كانوا كانوا كعبات قلال ونتلقى ما كانش قال عمره جبنت لي هود ما كانش منها فهمتي من الناس كعبات في الضربه هذيك تاع تاع بومدين قال لك يخرج واد مالي اسرائيل يخرج اه كانوا عايشين اه خرجوا كانوا في الاندلس هما هما كانوا عايشين هما كعبالك يهاجروا بارتو يهاجروا بارتو سكنوا ما نقولكش ما سكنوش يعني عندنا معهم حساسيه احنا اليهود ديما نقولوا لي زالجيريان مع اليهود كاينه حساسيه بيان سور مش اخر الدين يمكن فيهم كانوا دي زالجيريان عرب مسلمين اسرائيلي يهود مسلمين اللي كانوا لا ما كانش مسلمين يهود كيف مسلمين يهود يا يهود يا مسلم اون دي دو مي كاين يمن بربي يمن بكلش اما كل يمن بربي ولكن عندنا بهذاك الاعتقاد تاع الخطا هذيك كل هذيك مالا جبنت اليهود حب يقول بين الجيلين نحكي مع الاخ ونحكي معك انت عمي عبد الرزاق صافي هاك جيل ديفيرون سما هناك بلي زونسيان تاع لهنا yeah. يعني ما كانش مشاكل هنا في الكارتي لهنا ما كان حتى مشكل يا ولدي كاين قال لي حكيت لك انا دوك تاع الدري الصغير هذه عقب بعضهم بدا من هنا وفضت هذا المكان ها يا خويا موفرين لهم دعوه خير هادو كون جاو لي جان هادو موفرين لهم حاجه درك يا ولدي واش راح نقول لك انا الكرتي هذا ما فيهاش هي حقره ولا حاجه هما تلقاهم تعرف واش هي في بعضها هاي كما قلت لك ديال ساعه ساكي توك هما تعرف واش هي في بعضها بصح بات تلقاه يحقرك ولا انت جيتي براني يتعدى عليك ولا ما كانش منها هذه انا ما نخليهاش انا يتعدى صح لا لا منك صح كاين انا ما نخليهاش يتعدى انسان الحمد لله واحد ما يقبل واحد يتعدى انا يعجب بالله من كلمه انا
ما يدوروش في الجهه تاعي الحق تاع ربي. انا مامن انا فهمتي الجهه تاعي هاد مرة ما يدوروش. كرتي لفه قالوا لي من هنا الدوره يا ولدي كرتي لفه تاع بكري هذه الدري صغيره كانت تلعب على البالون لا اللي سميو برك الدري صغيره هكذا كانش هذيك درك هذه من هنا تقول لك الدور منه يقول لك كرتي لفه وش هي هذه لفه درك نحكي لخويا كيفاه لفه كان يلعب على الكسره هاو بدا يتحمس اقعد قاعده درك تشوف عندنا بكل تشوف اسمه يشوفك حتى في الامريكا نهضر معاك خليني يا فلان ما تصورنيش استنى الميساج تاعك كانوا دراري صغار يلعبوا ان تيت بوا والله في الاوروب نحكي لك والله تكون تكون وش يكون نورمال عندهم هاي عجبتهم الحكايه راه لا مش عجبتني كانوا لهنا دراري صغار ولا تكرتي تقاقص كانوا يديروا ان تيت تورنوا على الكسره كان يتفيض لا ما كانش الكسره هي دعايه شفت صح المعلومه تاعك صحح والله دعايه كان كي يخرج هكا يلعب في يده الكسره ويمضى سماوه كرتي لهفه برك هذه ما كان درك هذا شوف هذا كرتي لهفه الاخر كرتي حمودي والاخر علي زونسيان سموهم برك فريق الدري بقات تمشي راح تمشي هذه هي برك يا اخي الكريم ما كانش منها الله يسرك يا عم يا ابو الزهر هاي يا خويا المهم ما كانش منها هذه اللي يقول لك هكا ولا حقره ولا جبنتي يا كرتيس الله يبارك حتى قلنا تصوروك لا ما حبيتش يا معروفه وش تقول تقول هذا اللي قاعد سامحني هذا اللي تقول له قاعد يهدر والدنيا درك يقول لك يا هو يا عمي الدنيا عمي رزاق الدنيا اي يا عمي رزاق الدنيا كاش حاجه نجيبوها لانك حديد ولا حاجه لقطه ولا هكا راني نبريكولي يا خويا تشوفني اللي مصور خبيزات تاع الدراري اه ربي يعين الحمد لله انا عندي انا عندي ولادي عندي خمسه دراري انا الله يبارك خمسه دراري كل ريكتو ريكتو وانا اللي عاقبت وانا واحد ما عاقبه نزيد نقول لك فهمتي هذه لا دومينا وهذه كل عاقبتها بكري كرتيات كرتيات على النابه يا ولدي واحد ما كان يهدر كي كنت نمشي له انا والله العظيم نهدر صراحه ما بقاتش هذه درك الله غالب دي جينا دم مساكن ما لقاوش بها والو انا نقول لك الحق يحترموني انا نرغي نسبها من دير كلش الحق تاع ربي يتعاركوا نروح لهم او واحد ما لقيت منهم غير انا تلقاه معقب بعضهم يقدروك عمي عبد الرزاق هيا بصح مين والله غالب كون نلقاو حل فهمتي يا اخي ونلقاو حل درك ما تلقاهش هنا صح اول واحد يدي النصيحه برك يدي النصيحه هاي تهلا السلام عليكم الله يهدي ان شاء الله قال لك عمي رزاق الدنيا والشريطة كيما يقولوا عاملة حالة الشريطة هذه في الكورونا هذوك تشوف غير الخضرة يبيعوا في كلش لازم يخدموا وش عيطوا له هدية؟ بلاصة هي تحت هدية؟ بلاصات هدية قال لك بلاصات صحاب الطاسة والمصة شفتها مالا كل واحدة عندها تيتر تاعها ما هما كارتي واحدة واحنا بركة هكا نشربوا حاجة مع القوايل هدية هذه يعطيك الصحة خويا هاك عطيتي لنا معلومة ملاحة والله هذيك ثم دم الكرتيات هذوما تقدر تصور بالطوموبيل الدور كي تدخل في لي ديتاي انا كاين عباد جامي يدخلوا بالك ولاد عنابة يمكن جامي يدخلوا لها بسم الله الصح بكري كاين الناس تركوا نقول احنا هذوما اللي يديروا هكا شفت اللي يجي هكا هذوك من بعيديه هذه دار ياك بعيد خلاص مسكين يدهش حتى من المشيه تاعو مش عارف طاح المشيه علاه اجاو خي اجاو خي يخافوا كيما كي يقول لك تعرف الحركات يا هذا قاعد نقول لك واحد تبعث ميساج واحد يسمع كيما قلت لك ولاد عنابه وساعه كي تسمع جبنت اليهود جاي من الاسم تاعها العبد ديجا احنا ديجا كي نقولوا هاني في جبنت اليهود نسمع بلاص دار ما عم بالي واش كاين في بلاص دار فهمتي المعلومة يا ساعة الهضرة بوش على الولاد روز يقول لك على روز شفاوية ما كاين والو اقسم بالله الكرافي دم تلقاها ما خير من برشا كراتي في عندي لا فطر شوليت واحد وعلى الحمد لله يجيونا البرانية والله والعبد ومشوا يعني متني ما بطاش استغفر الله يا ربي ما لقيناش تقول لنا خير في هذاك من في الغربة كي تلاقي ولاد الكرتي كيما يقولوا السلام عليكم انا عدنان في الغربة كي قلتي او صحيبي بيلا جمعايا
الغربة واش تسمى كارتيات كارتيات حتى في الغربة اي بارتو حتى في الخارج كي تدور تلقاه من فرنسا حتى دي كارتي و دي فيلا حتى اللي هي يقعد جبان في هود ويقعد تبقى 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 بيك مهما كان انا من عنابة يقول لك من عنابة بعد ندخلوا في التفاصيل مش من كارتي وش من بلاصة وش مش من فامي كل واحد تربيته اخويا فهمت هي على على كيما يقول المختصر المختصر الدين المعامله صح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المعامله هي هو الدين صح تقدر تصلي وتعمل اي حاجه والمعامله تاعك تحت الصفر ما عملنا والو صح فهمت كيفاه صافي دير تولي يقول لك هذا هكا على بال بلا ما نهضر ثم باين ثم المعاملات في الامانه مد الانسان امانه تعطيه كلمه ام كاين بزاف عباك ثم والله يبارك اللي جانا كما كان يحكي غير عمي عبد الرزاق انا رحنا عاود رجعنا شفت اخويا الدنيا صغيره ها تروح شوف الكارتيات لهنا كيفاش مخدومه لهنا زنقه بزنقه تدخل معليش ندور هكا منا تخرج من هي بقات له فيديو دقيقه برك جنازه السلام عليكم سمع هنا لي كارتي بلاصات صغيره دار هكا هذه بلاصات صغيره كاينه بلاصات الكبيره يا خويا هاني كاع ندور اخي مع ولد جبانت لي هود امن المؤمن يقدر يجلسي ولا يقدر يعمل اي حاجه هاك تشوف اخويا هاو السيد عارضني على فطور وكدا على اخويا شوف البيبان كيفاش مخدومه محلولين يا جماعه تبعت ميساج جماعه الغربه جماعه تاع البلاد تاع الولايات الاخرين ربي يحفظكم ومرحبا بكم وتهلاو في رواحكم برك هذا الميساج اللي نجمو نوصلوه تهلاو في رواحكم الغربه ومرحبا بالجميع احنا في جبان ليون الواح على الراس والعين اخويا كي تخش بركه شخصي اي واحد هذه بلاصه صغيره هذه بلاصه صغيره هكا نرجع وين كنا بعد شو الكارتية تاع الزنق صغار فيهم الشارع يا اخويا كارتي بوبيلار العشيه تلقى نساء هنا يخرجوا يقعدوا العزايز هكا واحد الحكايه تاع بكير يا كما قال عبد الرزاق شايل الدنيا قال شفت السلام عليكم ثم نخرجوا ديريكتور ما عليها دركا دركا على الصور بعد وين كنا والبالمي مش جبنت لي هود البالمي البالمي تسمى تنجي من تبعتنا يا سمبرك هكذا حتى هم يقولوا من جبنت لي هود هاي هنا كارتيات الحمد لله خويا نكتب اخويا نقول الحمد لله اللي خلقت هنا في جبن في هود وما خلقت في بلاصه واحده هكذا هاي ابنا هاي بلاد واحده ودي هنا ارض واحده وراء الملتقى واحد وجزائري جزائري وجزائري واحد